بعد أن تألق حمدان الشمراني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي هذا الموسم، قرر المدير الفني السابق للمنتخب السعودي الأول الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي ضمه لقائمة المنتخب في بطولة كأس الأمم الآسيوية في يناير الماضي، وقدم أداء جيدا فيه. وبسبب ذلك انهالت العروض على الشمراني من عديد الأندية السعودية الجماهيرية بدور المحترفين. فبدأ الأهلي عبر رئيسه عبد الله بطراجي بإعلان رغبة الراقي في عودة الشمراني مرة أخرى إلى القلعة الخضراء بعد مغادرته مجانا للفيصلي الصيف الماضي. وصرح رئيس مجلس إدارة نادي الفيصلي في تصريحات صحفية أن ناديي الهلال والاتحاد تقدما بعروض شفهية من أجل استطلاع رأي الفيصلي في الاستغناء عن خدمات الشمراني في الانتقالات الصيفية المقبلة. ويرتبط الشمراني مع الفيصلي بعقد يمتد لعام 2021، وارتفعت قيمته السوقية من 150 ألف يورو إلى 550 ألف يورو بعد مشاركته مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم في البطولة الآسيوية. وكانت تقارير صحفية أكدت أن النادي الفيصلي لن يستغني عن الشمراني إلا بمبلغ كبير يقترب من 15 مليون ريال. ويلعب نجم الفيصلي في مركز الظهير الأيسر، ومثل الفيصلي خلال الموسم الجاري في 24 مباراة سجل فيها 3 أهداف وصنع هدفا واحدا. وسيستفيد الفيصلي بكل تأكيد من إطلاق التصريحات التي تؤكد اهتمام الأندية الكبيرة بالحصول على خدمات الشمراني لرفع سعره وتحقيق أعلى استفادة مادية، خاصة وأن اللاعب ذو 22 عاما تعاقد مع الفيصلي في صفقة انتقال حر. وعلى صعيد النادي، يخوض الفيصلي مباراته المقبلة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالجولة 29 أمام الأهلي على ملعب مدينة المجمع الرياضية يوم السبت 11 مايو. ويحتل الفيصلي المركز السادس برصيد 43 نقطة بفارق 6 نقاط عن الوحدة السابع، وأيضا نفس الفارق من النقاط مع النادي الأهلي صاحب المركز الخامس. فمن يا ترى سيقدم أعلى صفقة للنادي الفيصلي لضم اللاعب حمدان الشمراني؟ شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.